الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله جل وعلا: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. الأيام المعلومات وما المهان أين كتر إلهي سبحانه وتعالى كتاب كيس كريم كا أين وشال مخلوقات كودن إلهي سبحانه وتعالى بأبوري وأنا كالفضلي هديتاي أشخاص تيدتك هديتاي أزمنة يمالمها هديتاي بلاها لفتقودة إلهي سبحانه وتعالى أسقى أكل الضورتي فضائشاس. وربك يخلق ما يشاء ويختار عبادة إيا خيرك إلهي اللي قد دوانا يانا وحي يالان ماشي ألي رسول أي ديجين ماهن ماشي أدوه ألتع ليستيد إيا وقتك أدوه أديك كلفعنا هذا ماهن ماشي ألي رسول أي ديجين أي فضلك إيا بركة إيا خيرك ويالا ما المهن إلهي ما قدرت سبحانه وتعالى والفجر والليال عشر وما المها طوانكا دار شد الشيء إلهي سبحانه وتعالى وكل دارنا ينوحو تصنيا شيء قاسي قيمها قوني دعا الله دارتي أولي ما المها النبي صلى الله عليه وسلم وكهت لي وما المقالئة في صحيح البخاري صلى الله نبي قوحو يلي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ما الممتران عمل كلا السمية إلهي أكتي سلوغك القعيل بدن يهي ولوغك عيل بدن يهي ما المهان طبنك مركز الصحابة وحي سويدية النبي صلى الله عليه وسلم وقفك جهادك آدي إيا قفك ما المهن قريقي ستشوغو إسك عبادة إستي مي إسكو ديقمي كران ولا الجهاد يا رسول الله مركا سويرا يا رسول كيلاه بالجهاد ككورا قفك مقام بابا ما المهن غير كود بحي وعملك صالحة صمينة يو جهاد كي آلي كورا مركا سا رسول كيلي صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله حتى جهاد كقفك آدي مقار يا مالمهن فضلك إليهين قفك سيتهي أليمد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء هل قف وجهاد كنفتي جيي مالكين جيي لبدينا أين وحبك صلى الله عليه قفك سمقام كوقار وحو هليلي كرا قفك مالمهن فضلك وحيستاء أيها ليلي كرا نبي عليه الصلاة والسلام وحليه ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر ما المكوين بضم وإلهي أكتس اللوغة جعليه ما المهان متشران مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحنو الشيء وحي عليه مهم كأها وما المهن أن أقف إذي سن لهي فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد ما المهن لحدو دوحة بضيسان تهليش بضية لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تحميد بضية الحمد لله الحمد لله تكبير تبضية الله أكبر الله أكبر الله أكبر صحابة سيد عبد الله بن عمر أبو هريرة انتي صباحان مال مهاس وسوق يدا يمادان بتكبير تقادي شرين دتكون ولا قادي شرين مال مها وحا كجيره صدح مال موت او سي غوني لو شيغاي ويوم عرفه يوم النحر يوم القر يوم العرفه
النبي وحي صلى الله عليه وآله وسلم ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة مال كبضا الضون إلى هين النار كحريه مال كعرفة ما يجري ويوم المغفرة والعتق من النار إلى هين وضر مال كوين مجر عدد كوبضا أو نار لقى حريه مال كاسال لقى حريه مركز النبي صلى الله عليه وسلم وحن نشجعية صوم كمالك مهم مدة أولية هاي مركز النبي يري صيام يوم عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي بعده والسنة التي قبله وحن إلهي كأجر حساب سنة يا مال أنت صوم كذا إنه دم بيجي ضعف كيهرة يكيد دم بلا بدم إلهي يكون ضعف waa yoom caadim ah waliba wuxuu ku beegan yahay hadda yoom soonkiisu horeysuna u aha yoom al-ithnayn maalinta isniinta ayuu maalinkan arafa ay ku beegantay soonkeedina horey buu sunnaba u aha maalinka ugu badan oo naarta laga xoreeyo weeyaan adoomada kuwa mashriq jooga iyo kuwa maghrib jooga iyo kuwa jooga mataqaana xajkii jooga iyo kuwa guryahoodi jooga kuwa baadiyaha ariga ku raacanaya adoon kasta meeshuu joogo ilaahay subxaanahu wa tacaala hadduu la yimaado camal saalixa iyo cibaado wanaagsan oo maalinka ilaahay uu waafajiyo wuxuu ka mid yahay dadkaas dembigooda la dhaafayo cadaabka ilaahayna laga xoreyna maalinka kale waa yowmu naxri waa maalinka ku xiga yowmu caraf waa maalinka tobnaad وحن النبي يقول صلى الله عليه وسلم إن أعظم الأيام عند الله إلهي أكتي سما المها وحا أقوي يوم النحر ما لنت يوم النحر أه وعيد أه وأعماش حجك بدن كذا الله سمينا هيو أي أقوي وما لنك ولا طورانيا ولا حيرانيا ولا قليا طواف كيبا الله سمينيا سعي كيبا الله سمينيا أعماش حشك النوع أنت أقبضا مالك دعوي ومالك ثم يوم القر مالك كذب بيوم القر ومالك كوي طبنات يوم القر وسقناشها أي محجيد مرك عمل كاس ميان أي ننتج كرين أي منك السقنانة يا إني بحنا الله ضلي مالك سو الحافظ ابن حجر روحه يري سيدا موقته ما المهن فضلك وحلوسي وحويان مكان لاجتماع أمهات العبادة فيها عبادوين كي وويناء مال أي كل ككل مكران ما المهن بكتر الصيام الصدقة الحج وحويان كل وحي ككل ما ين مالك صلاة دي بكترته صدقة دي صامكي انت هدا أدوك الاتمادد adoo maalmahan aan joogin meel kale aan kula timaadid xajkii baa ka maqan maalmahan marka waxaa ku kulma acmaashaas waa weyn oo xajku ka mid yahay mana suurtoobi karto maalmo kale inay ku dhex kulmaan ma suurtoobi karto maalmahan unbay ku kulmayaan al-Xaafidh ibn Rajab al-Hanbali asna wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmadiisa dadka muuminiinta quluubtooda waxaa la dhigay hilow iyo jacayl ay u qabaan inay sanad walba soo arkaan beytkiisa oo ay soo daawadaan ayaa qalbigooda la dhigay qof kastana ma awoodo markaasaa ilaahay wuxuu kala qaaday dadkii qofkii awooday hal mar baa lagu farad yeelay inuu tago meeshaas 10 maalmoodna waxaa laga dhigay 10 maalmood oo la wadaagsado kuwii xagga tagay iyo kuwa aan tagin oo xajku u suurto gelin waxaa laga dhigay camal ay wada wadaagsanaadaan oo fadaaishii baa loogu wada sheegay markaasaa qof kasta meeshiisa ka didaalaya oo fadiladii iyo qiimihii uu helay qofkii asagoo aan bixin gurigiisa jooga ee camal wanaagsan la yimaada wuxuu noqday qof ka fadli badan qofkii jihaadka aaday ka fadli badan buu noqday soo ma jirin acmaasha wanaagsan oo ay habboonta in lagu didaalo maalmahan inta ka hartay oo yarta ah
waxaa ka mid ah asiyaam soonka ayaa ka mid ah. Haddii inta kale ay ku dhaafto maalinta carafa yayna ku dhaafin soom. Weliba maalinka waxaa isku daydaa waxa adigu aad leedahay oo hantida ah inaad majmuuca dhan oo dada afurisid isku day. Waa fursad dadku ayna wada fahansanayn. Waxaa laga yaabaa dadkan halkan fadhiya badankoodu waxay u go'aan inay maalinkaas soomaan aysan dhaafin. Qof kasta go'aan bay u tahay maalinka inuusan dhaafin. Laakiin mid ku daro, maalinka camalka la sameeyo waa camalka Ilaahay agtiisa loogu jecel yahay sadaqada ka mid ah. Waxaad isku daydaa dariskaaga iyo majmuucada saaxiibada ah inaad tiraahdo ila soo afura, cunno badan inaad samaysid, masaakiinta aad siisid oo ay kuu kulmaan. Qofkii hal qof afuriya wuxuu leeyahay ajarkii soonkiisoo kaluu leeyahay. Boqol qof baad afurisay, boqolkii qof oo aad afurisay soonkaagii ajarkiisi adoo leh, boqol qof soonkood ajarkii ay lahaayeenna waa lagu qoray. Bal ka war maalinka marka xasanaadka aad iyo aad in loogu didaa si gooni ah. Maalmahan dhexdooda waxaa la badiyaa dikrullah, ilaahay xuskiisa, hadday tahay qur'aankii, hadday tahay salaadii, hadday tahay sadaqadii, hadday tahay tasbiixdii, hadday tahay taxmiiddii. In maalmaha la badiyo ayaa nebigu sallallahu calayhi wasallam nagu hanuuninaya. Sadaqada in la badiyo maalinka tobnaada ugu fadli badan waa maalinka la rabo al-udxiya, qofkii awoodaa inuu udxiyaysto. Ha ka tegin dhaqankaas, naftaada bar, ilmahaagu waa kaa dhaxlayaa. Markay yaqaanaan aabba udxiyuu qalaa oo gurigeenna udxiyo ayaa lagu qalaa ay bartaan, tarbiyo wanaagsan bay noqonaysaa. Waxay ilmahaagu hadhowta ku didaalayaan alla aabba udxiyuu qali jira waa inaan qalnaa markay waaweynaada. Sunno waxay noqonayaan ay aad iyo aad tarbiyo wanaagsan weyn. Soo kaxaysa neef, laba hadda awoodi ka dhig, saddex hadda awoodid badso, keen qaybi, qayb gurigaaga iyo ahalkaaga, qayb masaakiinta, qayb hadiya, sida aabahaas u kala qaybi. Shardina maahan qaybtaa bixinaysid iyo qaybtaa la harisina isla ekaysaa. Shardi maaha inaad wax un ka bixisid, waxna aad la hartid, masaakiinta wax siisid ayaa muhim ah. Intaasaa muhim. Neefkana dadku waa yaqaanaan oo inuusan ceeb lahayn way og yihiin, oo waa la bartay middaas. Waxa weeyaan tafaasiisheeda badan dadka wax badan ayay ka yaqaanaan. Waxaa ku didaashaa maalmahan inaad dadka wanaag u sheegtid, xumaantana ka reebtid. Oo waa fursade dadka aad taqaanid oo saaxiibada ah, dadka balwada leh, dadka dhaqamada xunxun leh, kuwa aan salaada tukan, nasaa'ix wanaagsan gaarsiiyote. Maalmahan fadliga badan nala soo ciid, aan isla afurna yowmu carafa, soon, dharkaaga dhaqo, salaada Ilaahay tuko, kaalado masaajidka imow. Waxaa ka qayb qaadataa kelimad macruuf ah maalmahan inaad sabab ugu noqotid Ilaahay inuu dadku ugu soo hanuuniyo. Waa camal aad iyo aad u weyn oo dadku aynan in badan garanahayn. Ilaahay subxaana wa tacaala hayna waafajiyo. Waxaa sunnaa maalinkaas qofku waxba inuusan cunin, isagoo sooman uu yimaado, dariiquu ku yimid maana dariiq kale ku laabto, udxiyadiisana uu qalo uu ka bilaabo iyada. Waxa ugu horeeya ayaa sunnaa. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارض عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة رسول الله أجمعين وعنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. والنعمة لك والملك لا شريك لك والملك لا